انا يمكن انا زي ما بقول لك يعني اهلاوي من وانا صغير، عيلتي كلها اهلاويه، بروح الاستاد بتفرج على ماتشات، وانا كنت بروح بالعلم من المدرسه. وانا فاكر في مره حصلت لي مشكله ان انا كنت بالعلم في المدرسه يعني. ف لا يعني انا بحب النادي، بحب الكيان، سيبك اي حاجه او انا اروح فين او اجي منين، ده حبي الاول كمشجع قبل ما اكون لعيب. فطبعا ان انا بس اختار يعني اللي هو اسمع بس حد عايزني في النادي، انا كنت هموت واروح النادي. فانا في الجزيره اصلا، فكنت اللي هو من 7 8 سنين عايز اخش النادي الاهلي. والحمد لله ساعتها الله يرحمه ابو اسماعيل فاروق هو كان ساعدني يعني ان هو يكلم كابتن خالد مرتجي وجابني النادي، وشفت كل الدعم هناك. والحمد لله بعد فضل ربنا بلعب في اعظم نادي في يعني في العالم يعني. النادي الاهلي انا بالنسبه لي اتعلمت منه حاجات كتير جدا يعني. بشكر مجلس اداره، بشكر الجماهير اللي في ظهري دي على طول. جماهير عايزه مكسب، وجماهير دايما بتبص على نمره واحد، وعايزاك نمره واحد، عايزاك الاحسن على طول، بتدعمك يعني بشكل رهيب. فانا بحب الكوره من وانا صغير، فانا اللي هو انا اهلاوي وانا صغير، كنت بروح الاستاد مع خالي وعيلتي كلها وانا صغير. فشفت الحاجات دي. طبعا الحماس بقى واخدني طبعا في السكواش. السكواش يعني في ناس تقعد تقول لك هي لعبه هاديه، انا عايزها ما تبقاش هاديه، اللي هي ليه ما تبقاش زي الكوره، ليه ما تبقاش بالحماسه بتاعت الكوره دي. من حقك ان انت اعتقد بعد 120 دقيقه وبتلعب سكواش، احنا عندنا لعبنا 120 دقيقه، 127 دقيقه لعبت مع بول كول كذا مره، انت بتلعب اكتر ماتشات الكوره. فاللي هو انا عايز اخليها كده، وعايز اوصل شعبيتها لكده، وغير ان انت يعني اللي هو بتلعب في النادي الاهلي يعني. بيضايقك ان في ناس عايزينها تبقى لعبه بالشوكه والسكينه، وان هو احنا اللعبه دي احنا بنقعد ردود فعلنا عليها منضبطه، مش ما بيبقاش فيه حماس كبير، بتحس ان ده مخالف لشخصيتك او تعليقات بعض الناس بتضايقك؟ بص انا الصراحه عمري ما هعمل كده يعني. ايه اكسب يعني ما اللي هو مفيش اي حاجه تعملها، انت مجرد انت هي مش عباره عن شو او اي حاجه، بس انت كسبت ماتش كبير جدا، كسبان ناس كبيره جدا، كسبان اسماء ما كنتش ممكن تكسبها. او ما تبص ترجع شويه لورا 3 4 سنين انت بتكسب ناس ما بتتفرج عليهم في التلفزيون كنت بشجعهم. بخلاف احتفال مؤمن زكريا دايما يعني في بطوله الجونه كنت عايز تحدف الكره الجمهور ما لقيتهاش، فحدفت المضرب. ما كنتش خايف المضرب يجي في حد يعوره؟ والله انا عملتها قبل كده، بس دايما اللي هو ايه الناس تبقى مستنيه مني رياكشن غريب بعد الماتش، اللي هو هيعمل ايه، هو ناوي يعمل ايه النهارده، فاهم؟ بس رميت المضرب انا قعدت اهوش في الاول اللي هو انا هرمي المضرب، وكان ساعتها الناس قاعده تحت كنت خايف جدا، بس عملتها قبل كده فقلت خلاص بعملها بقى، يمكن دي وش حلو ولا حاجه. في احتفال مجنون معين بيجي في بالك بس بتخاف تعمله؟ بص انا عملت كل حاجه صراحه يعني، انا احتفالات قفلتها كلها. انا كنت بقعد اللي هو بتخيل نفسي بكسب ناس عشان اعمل احتفالات تانية او اعمل حاجات تانية، وهي حاجات بتيجي في دماغك بعد اللي هو ما تكسب مستحيل تعملها. ان انا شخصيتي مختلفه تماما بره الملعب عن جوه الملعب، بس هي بتيجي جوه الملعب خلاص، هو حاجه لا اراديه كده بتحصل جوه الملعب وتمشي يعني.